أسامة يرد على ارتباطه ببنت لندن. شاهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع فراشة اليوتيوب اللي قامت اليوم بنشر مقطع جديد على الانستغرام، وقبل نهاية الفيديو ظهرت لقطة لسيدرا بيوتي، وهذا الشيء اللي خلى سيدرا تطلع من خلال التعليقات وتوضح انه هي راح تجي في الجزء الثاني من الفيديو الجاي. ايضا وضعت سيدرا تعليق اخر علقت به انه هي بدها تنتف اللي عمل ايديت للفيديو. نمر الى اسامة مروة اللي قام بنشر ستوري كان عم يجاوب على اسئلة الجمهور اللي لساتن عم يسألوه عن بنت لندن وهل هو مرتبط فيها. رد أسامة على هذا السؤال انه البنت كانت مجرد فان وما في اي علاقة بتربطهم. اترككم مع استرياته. روسي عن جد بلا لف ودوران، هل في علاقة بتربطك مع البنت الفانز اللي صورت معك في لندن؟ حكينا شو؟ ما صح جاوبنا على هاي الموضوع. جاوبنا لو نشيت على هذا السؤال. القصة ما فيها اللي ما سمع جواب. في احد المتابعات شفناها في لندن وتصورنا صورة، بعدين هي كأنه نزلتها عندها في حسابها وانتشرت الصورة، وبعدين كثير طلعت اشاعات انه في شيء يعني، بس هو في الحقيقة ما في شيء. والصدفة زادت يعني دبلين لما رجعنا شفناها كمان مرة في ملعب توتنهام يمكن كان، ونفس الشيء صار. رجعنا تصورنا كمان صورة ورجعت نزلتها كمان عندها في الحساب. فبس هذه يعني هذا موضوع وما في شيء صراحة، بس يس هذا ملخص الموضوع. رشيد حابب تزيد انت شيء؟ لا والله. أنا حابب تزيد انت شيء؟ شو حابب تزيد؟ انبسطت في الخيمة من هيث الميعاد، وشكلها كانت البنت تبي تشجع توتنهام وشافتنا هناك في الملعب صورتها. كان اسمع هذا السؤال نشيط، هذا السؤال موجه لك، هل يوجد حب في قلب نشيط؟ في حب في قلب نشيط؟ لا انا شو رايك، هل في حب في قلب نشيط؟ نشيط بيحب اربعه ما شاء الله.